الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. أصحاب الكرام لبيت العظام المستكملين الشرفة، وبعد إخوة الكرام ما زلنا مع كتاب ربنا جل في علاه الذي قال فيه عثمان بن عفان: لو طالت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. وأيضا ما قال ابن مسعود: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه، فإن أحبه فقد أحب الله، فكلام الله صفة من صفاته جل في علاه. ما زلنا مع سورة النساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها عندما يصلي في الليل، فقد صلى بالبقر وآل عمران وصلى بالنساء، وفيها آية: بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعها عندما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: قال اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك عليك انزل، قال نعم اني احب ان اسمعه من غيري. فلما بلغ الى قول الله جل وعلا: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك حسبك. قال: فنظرت إلى عينين النبي صلى الله عليه وسلم فوجدتهما تذرفان. نسأل الله أن يسر لنا إتمام هذا الكتاب، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يعفو عن أفراده في كتابه، ونسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا، وأن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،
من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هنا في قوله جل في علاه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فقلنا البلاء هو الاختبار والاختبار حتى يظهر الرشد مع البلوغ حتى يدفع لهم الأموال والابتلاء على كل حال أو على كل أمر بحاله فيبتلى صاحب السوق بأن يعطى المال ويتاجر في بعض في 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 الشراء وفي البيع وينظر في حاله حال الشراء وحال البيع إن كان متقنا إن كان مسددا إن كان مدبرا فهذا الذي يدفع إليه المال وإن كانت امرأة فإنه يعطى لها بعض المال لتدبير البيت فإن أدارت شؤون البيت إدارة حسنة يدفع لها المال وكل بحسبه كما بينا. وهنا الله تعالى حذر من أكل أموال اليتامى إسرافا وأن يبادروا يعني قبل كبر أو بلوغ اليتيم الحلم بأن يبادر في إسراف المال والتمتع به حتى لا يدفعه إلى اليتيم إذا بلغ. وبين الله جل وعلا أن ولي اليتيم على صنفين من كان غنيا وهذا فصلناه الأسبوع الماضي من كان غنيا فليستعفف ولا يجوز له أن يأخذ من مال اليتيم شيئا فإن الله قد أغناه وأجرته على الله جل وعلا يعني أجره على الله جل وعلا. وإن كان فقيرا فقلنا فإنه يأكل ولكنه يأكل غير متأسل وغير مستكثر بالمال ولكن يأكل بالمعروف. والخلاف في عند السلف هل بعدما يأكل بهذا المال إن كان محتاجا إليه يكون في ذمته فعليه الرد أم المسألة على العفو والسماح. أما ظاهر القرآن فعلى العفو والسماح لأنه إن كان فقيرا ولي اليتيم فليأكل من ماله لأنه يصلح مال اليتيم فبإصلاح المال اليتيم ما نزلت منزلة الأجرة فيأخذ ما فيه فقط ولا يزيد على ذلك. قال فإذا دفعتم عليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وقلنا الراجح أنها على الاستحباب وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هنا يسوي في العطايا أو يسوي في أصول الإرث بين النساء وبين الرجال ردا على عادات الجاهلية لأنهم كانوا لا يورثون النساء بحال من الأحوال يقولون لا يرث إلا من قاتل وحاز الغنيمة فهم يطرحون المرأة عندهم في الجاهلية كانت كسقط متاع لا شأن لها ولا كرامة لها ولا إرث لها بحال من الأحوال بل هي التي تورث إذا مات عنها زوجها إما يرثها ابنه أو أخوه أو عمه أو أن تكون جارية أو أمة أو تكون مستعملة فكانت كسقط متاع فجعل الله لها الكرامة ولها العزة ولها الرفعة وهي ملكة في مملكتها كما بين السلام والمرأة راعية في بيت زوجها فجعل لها نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون. وهذا النصيب قد فصله الله تعالى في قوله يوصيكم الله في أولادكم كما سيأتي تفصيل ذلك. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب يعني هنا يبين أن سبب الإرث الأصل أو الفرع وهنا أيضا الأقربون الحواشي إذا بسبب والسبب هو إما النسب وإما المصاهرة هذا بسبب الإرث كما يعني سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. فسبب الإرث إما النسب وإما المصاهرة. الكثير من الناس من العام يحسبون يجعلون النسب مصاهرة يقول هذا نسيبي وهو النسب نسب الدم والمصاهرة مصاهرة الزواج هذه هي الفرق بينهم. ولذلك الله تعالى قال في الأزواج لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فسبب الإرث هنا الزوجية المصاهرة وأما الأخرى فهي النسب والثالثة هو الولاء الثالثة هو الولاء ولسنا بصدد الكلام على الولاء الآن. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا يعني مجزوما به في كتاب الله جل وعلا مقدرا لا يتعدى. وقول الله تعالى نصيبا مفروضا أي لا تتعدوا ذلك فإن الله قد فرض فلا تتعدوا ما فرض الله في كتابه. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منهم طبعا هو قول الله تعالى أولو القربى واليتامى والمساكين فيها دلالة أنهم لهم قرابة لكنهم لا يرثون كالأرحام فهذه أيضا نستدل بها
بعض الشافعية على ان على ان ذوي الارحام لا ارث لهم. وهذا طبعا خطأ بين الحق ان اولي الارحام لهم ارث، وهذا سيأتي ان شاء الله تفصيله باذن الله. فالغرض المقصود شرفنا بك، الغرض المقصود بانه عندما قال واذا حضر القسمة اولي القربى، اذا القربى الذين لا يرثون منها الرحم، وكل امرأة، هذه قاعدة في الارث في المورث يعني، كل امرأة لم تدلي بوارث فانها رحم ولا ترث، كل امرأة لا تدلي بوارث فإنها يعني كبنت بنت البنت مثلا فإنها لا تدلي بوارث، فكل امرأة لا تدلي بوارث فإنها رحم ولا ترث بحال من الأحوال. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فارزقوهم منه فضلا لا فرضا، فارزقوهم منه فضلا لا فرضا، وقولوا لهم قولا معروفا. إذا المسألة وإن لم ترزقهم بالمال فإنك لم إن لم تسع الناس بمالك فعليك أن تسع الناس بحسن خلقك، وأفضل ما يكون الكلمة الطيبة صدقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان رفق بشيء إلا زانة، وما نزع بشيء إلا شانة. وقال الله جل في علاه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة الرفق رفق، ولما دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السلام عليك فقال وعليكم، فقالت وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام والموت يا إخوة القردة والخنازير، فقال على رسلك يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش البذيء. الغرض المقصود هنا إن لم تعطيهم مالا فأعطيهم من حسن خلقك والرفق في القول، وإن كان الجمع بين الخيرين هو الأفضل. كان عبيد السلماني يعني عندما يأتي أولو القربى واليتامى والمساكين عند الإرث يأخذ الشاة ويذبحها ويوزعها فيهم ويقرأ قول الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، والقول الحسن كما قلنا يلين القلوب. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا يعني الذين يخلفون ذرية فيخشون عليهم من الضياع ويخشون عليهم من الهلكة، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهنا كأنه الله تعالى يبين لهم أن الطريق السديد والقول السديد فيه نفع الأولاد والصلاح للأولاد وصلاح الأباء، كما قال الله جل وعلا وكان أبوهما صالح. وأما الجدار فكان الغلمين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم، وكان أبوهما هذا السبب الأصيل في هذا الأمر في أمر الخضر لبناء الجدار من أجل أن يحفظ أموال الأولاد، لما؟ في صلاح الآباء. قال وكان أبوهما صالحا فأراد ربك فأراد. فهنا إذا بين الحكم هكذا كما قلنا، وهناك وصف في الفاء التعقيبية يدل على العلية، فقال فأراد ربك يبلغ، لما أراد ربك يبلغ؟ كان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وقد قال الإمام سعيد بن المسيب قال لابنه والذي نفسي بيدي إني لأكثر من صلاتي من أجلك، إني لأكثر من صلاتي من أجلك. فبصلاح الأولاد تنصلح أو ينصلح أحوال بصلاح الآباء ينصلح الأولاد. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، والذرية معروف أنهم من الضعف المكان لأنهم من الصغر بمكان، خافوا عليهم فليتقوا الله، فالتقوى تجلب لهم كل خير، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والقول السديد هنا في أموال اليتامى، إما القول السديد بالفعل بأن يلي أموال اليتامى بالخير وبالإحسان وبالرفق، وإما أن يقول قولا سديدا بأن يتكلم في حال الأوصياء أو حال اليتامى أو الحق يظهره على هذا الباب، إما أموال اليتامى فيتكلم فيهم بحق، وإما أن يتكلم عن الوصية بحق، وأن الوصية لا تكون الوارث وأنها لا تزيد على الثلث كما هو ضابط الشرع في الوصايا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار، هنا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. إذن يمكن أن نقيد بقوله وليقولوا قولا سديدا يتقوا الله في أموال اليتامى، وليقولوا قولا سديدا بما ينفع مال اليتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى، وطبعا يأكلون أو ينهبون أو يسرفون أو يسرقون، فهنا الآية جاءت ليست للتقييد يعني لا مفهوم للآية، القصد هنا بأن الغالب هو أكل أموال، أن المقصود في أخذ الأموال هو الأكل يعني، أو الغالب في حال الناس هو أكل أموال اليتامى، لذلك صدر الباب بالأكل ولم يتكلم عن السرقة ولا على الإحراق ولا على الإتلاف، لأن الغالب أنها
تهلك بالأكل، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. فإذا الكلام هنا على مسألة الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم ما ارتعه أخيه. قد قال الله جل في علاه: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما وفلا تظلموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنه ليس ثم درهم ولا دينار، إنما الحسنات والسيئات يعني يوم القيامة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إنما يأكلون في بطونهم نارا، إما على ظاهرها وإما الحق، لأنهم ما أكلوه من أموال اليتامى يصير نارا يوم القيامة. قال: يقوم أحدهم على عرصات يوم القيامة فيخرج تخرج النار أو الدخان من فمه وأيضا من أذنه. والحق بأن المعنى أنهم يعذبون بالنار بسبب الظلم لأموال اليتامى. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طبعا هذه دلالة واضحة جدا على أن الجسد الذي نبت من الحرام فهو صحت، الجسد الذي ينبت من الحرام فهو صحت. هذه دلالة واضحة جدا على أن أكل أموال، أن الأكل من الحرام هو من أعظم الكبائر. لذلك الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان له عبدا، أو كان له عبد يعمل له ويعطيه الحلوان أو يعطيه الأجرة أو يعطيه ما اكتسب من مال، غير أن يكتفي ببعض المال ويعطيه باقي المال في آخر يومه. فكان أبو بكر من ورعه ومن شدة ورعه يسأله في كل يوم: من أين اكتسبت هذا المال؟ حتى جاء في مرة نسي الصديق أن يسأله فأكل منه، ثم قال: أما سألتني ما سألتني كما كنت تسألني؟ قال: من أين أتيت بهذا المال؟ قال: هذا حلوان كنت أتكهن به في الجاهلية، أعطانه صاحبه اليوم، فمد أصبعه فيه ثم أخرجه من فيه. وهذا الذي فعل عمر الخطاب لما شرب لبنا، فقيل له: هذا اللبن من إبل الصدقة، ففعل ذلك ورعا. فلذلك يقول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نأتي بقى هنا إلى المسألة العظيمة جدا، وهي علم المواريث. أجبرتم على تعليمه، لأن ما دمنا قد دخلنا في هذا الباب فلابد أن أتكلم عنه. طبعا أنا أتكلم عنه بكلية بحذافيره، لكني سأتكلم عما جاءت به الآيات: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا هذه جاءت مفسرة لقول الله جل في علاه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، إلى أن قال: نصيب مفروضة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إخوتي الكرام، حديث وخمس وآيتان، حديث وآيتان، فيجمع لكل طالب علم جمهرة أو جمهرة الإرث أو جمهرة علم المواريث. فالآية الأولى في النساء والآية الثانية جمعت لك غالب المواريث. والحديث في قول المسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى ذكر رجل. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذه فيها دلالة واضحة جدا على التفريق بين أولى رجل ذكر وبين أصحاب الفريضة. الآيات أتت بأصحاب الفرائض، والحديث بيّن لنا مسألة التعصيب. فلذلك وذكر قال: يوصيكم الله في أولادكم، فذكر الأولاد. لذلك سنبدأ الكلام على الإرث في الأولاد، لكنه قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا للتعصيب، هذا للتعصيب. والتعصيب سيأتي كلامه إن شاء الله الكلام فيه بعد ذلك، لكن هو قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنين فلهن ثلث ما ترك، فإن كانت واحدة فلها النصف. هنا نقف عند هذه الآية، أنه بيّن لنا ميراث البنات. قال: فإن كنا نساء فوق اثنتين. فوق اثنتين، العلماء قد يقولون بأن مفهوم مخالفة: طب إن كانت اثنتين فهل لهما ثلثان أم لا؟ القرآن سكت عن ذلك، ذكر الواحدة لها النصف وذكر الثلاثة فما فوق فلهما الثلثان، وسكت عن الثنتين. قالوا أن العرب أن تقول فوق اثنتين إذا ضمن معها الاثنتين. وبعضهم قال: عندنا الحديث يصرح لنا بهذا ونرتاح، فعلي سيدنا الربيع أنه ترك أو مات وترك بنتين وعمهما أخذ المال، فقال صلى الله عليه وسلم: لهما الثلثان والباقي لك بعدما تأخذ الأم السمن. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لك الباقي تعصيبا، نعم، لكن بعدما تعطي للبنتين الثلثين. إذن نصيب البنات فإما أن تكون واحدة وإما فوق واحدة. طيب الإرث، إرث البنات، فنقول إرث البنت، وبنت الابن أيضا تنزل منزلة البنت، وبنت ابن الابن تنزل منزلة البنت.
واما بنت البنت فلا ترث لانها لا تدلي بايش بوارث. اما اذا ادلت بوارث بنت الابن ادلت بوارث, والقاعده في المواريث ان كل من ادلى بوارث يرث, كل من ادلى بوارث يرث عند عدم وجود هذا الذي ادلى به. البنت فرع من الفروع وان نزلت, وليس المقصود منه بنت البنت لانها كما قلنا لا ترث, هي رحم لا تدلي بوارث. حالات ارث البنات, الحالة الاولى انها ترث بالفرض, والحالة الثانية انها ترث بالتعصيب. الحالة الاولى ترث بالفرض, والحالة الثانية ترث بالتعصيب, وهذا ذكره الله تعالى في الآية الاولى للذكر استحاض النساء, وايضا قال فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فاذا ذكر التعصيب وذكر غير التعصيب. اذا الحالة الاولى ترث بالفرض, الحالة الأولى ترث بالفرض فلا حالان أيضا. الأولى إما أن تكون اثنتين فأكثر, أو يكون اثنتين فأكثر فيرثن الثلثين بالفرض, لقول الله جل وعلا فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فتقدم على ما يرث في التعصيب, وتتقدم أو يتقدم صاحب الفرض, وهذه قاعدة أيضا, يتقدم صاحب الفرض على صاحب التعصيب في الإرث, يتقدم صاحب الفرض على صاحب التعصيب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بقي, قال الحق الفرائض بأهلها, فما بقي فلأولى رجل ذكر, يبقى قال الحق الفرائض بأهلها, وصدر الله الباب بذلك. فإذا نقدم صاحب الفرض أولا ثم بعد ذلك صاحب الإرث, والعقد يوافق على ذلك, القياس يوافق على ذلك, لأن صاحب الفرض له فرض مقدر معروف, فهذا الذي يسهل أن نعطيه حقه, وأما الذي ليس له حق مقدر هذا الذي يصعب على أن نعطيه إلا أن يبقى له هذا الفرض التعصيب فيأخذه. الغرض المقصود قال الله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك, فتتقدم أو يتقدم صاحب الفرض على التعصيب, لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها. الحالة الثانية أن تكون واحدة, ففرضها في كتاب الله جل في علاه النصف, لقوله وإن كانت واحدة فلها النصف مما ترك, وقول الله جل في علاه فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهما الثلثاء أو فلهن الثلثان فلهما الثلثان, فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. هذا يدل بالمنطوق على ما فوق الاثنتين, أو بالمفهوم على الواحدة, على أن الواحدة تقل عن الثلثين, وبين الله تعالى في الآية الأخرى النصيب المفروض وهي أو لها النصف. هذا بالنسبة للكلام على الحالة الأولى التي ترث بها البنت, والحالة الثانية التي ترث بها البنت وهي حالة الفرض. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ورث ابنتي سعد بن الربيع فأعطاهما الثلثين, إذا إن كانت واحدة ففرضها النصف, وإن كانت اثنتين أو فوق اثنتين ففرضهن الثلثان, ففرضهن هذا للبنات. لأنك لو ضبطت هذه المسألة ستجد ممكن يكون في بنت وهناك بنت لكنها أنزل في الدرجة, فهل تجتمع معها لتأخذ الثلثين أم لا؟ هذا الذي سنبينه إن شاء الله, على أن الفرض العام للبنات الثلثان, الفرض العام للبنات أقصى ما يصل إليه النساء في حالة كونهن في منزلة البنات إلى الثلثين, لا فوق ذلك بحال من الأحوال. هذه الحالة الأولى ترث بالفرض, فإن كانت واحدة فلها النصف, وإن كنا اثنتين أو فوق اثنتين فلهما الثلثان أو لهن الثلثان. الحالة الثانية ترث بالتعصيب, الحالة الثانية ترث بالتعصيب, والتعصيب هنا والتعصيب مع الغير, التعصيب بالغير آسف, التعصيب بالغير, والتعصيب بالغير أن يكون هناك فرع وارث ذكر في درجة هذه البنت, في درجة نبوة بنوة الآن, فرع وارث في درجة البنت, فلا ترث بالفرض بل ترث بالتعصيب, يعصبها أخوها وترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين, كما قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن قلت مثلا هلك هالك عن بنت وعن ابن, هلك هالك, زيد هلك عن عمرو وعن هند, هلك زيد عن عمرو وعن هند, فإذا قلنا لك ورث فإن التوريث هنا سيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى إذا القسمة تكون الأصل المسألة تكون من كام قطر؟
بس المسألة كما شعبة كترب بيقول أصل مسألة من اثنين، يعني هي الآية خرمت أذن للذكر مثل حظ فين اثنين هو ده؟ الرجل رأس الرجل برأسين والمرأة بإيش؟ رأس. إذن الثلاث للذكر مثل حظ الأنثيين. طب إن هلك عن بنت وابن دلوقتي احنا بينا تقسيم ارث البنات، طبقوا القاعدة، هو اما ان ترث بالفرض او ترث، واذا عند المزاحمة لابد ان تقدم الايش؟ الفرض. طيب قلنا ترث بالفرض وترث بالتعصيب، حالتها في ارث الفرض ان تكون واحدة او طيب ان كانت واحدة وإن كانت اثنتين أو فوق الاثنتين ممتاز ثلثان. ورث بقى مات بكر عن بن هند وابن عمرو، مات بكر عن بن وابن ابن ورث. اصبروا عشان تفهموا. قلنا الحالة الأولى أن ترث، الحالة الثانية أن ترث. طب عندما ترث بالتعصيب ترث بالتعصيب الشرط، لا الشرط قطرب، أنا لسه قايله دلوقتي الآن، اللي هو إيه يعني الابن اللي هو إيه معصب، يا أستاذ معصب يا صاحب الرسائل. لا والله في مسألة مهمة جدا في المواريث، هو أن يكون في درجاتها يا شيطان في نفس الدرجة، يعني يكون ابنا، مفهوم؟ هنا المثال مات عن بنت وابن ورد لها النصف، ليش لها النصف؟ لما ها الدليل يا صاحب رسائل الحب؟ لا لا لا، الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر، والفرض هنا النصف هو موجود يقدم، وبعدين يرث الآخر الباقي تعصيبا، ابن الابن يرث الباقي تعصيبا. طيب هذا بالنسبة لإرث البنات. البنت بنت الابن تنزل منزلة الابن، البنت بنت الابن تنزل منزلة البنت الصلبية. إذا إيه؟ ها؟ إذا 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 انعدمت البنت لأنها تحجبها. إذا انعدمت البنت تنزل منزلتها. فما قلنا تنزل منزلتها يبقى يمكن أن تأخذ نصيبها إلا إذا كانت غير موجودة. ما هي نزلت منزلتها. إذا قلنا نزلت منزلتها يبقى لن تنزل منزلتها إلا إذا كان المكان شاغراً. صحيح ولا لا؟ يبقى لو قلنا بنت وبنت ابن لا يمكن البنت بنت الابن ان تاخذ النصف. ليش؟ لا نعم موجود ان النصف لا هي، لكن قد نقول ان هي ترث معها ثلث حتى تكمله مساله البنات. قلنا المجموع الذي يصل اليه اقصى ما يصل اليه الارث للبنات هو ايش؟ ثلثان. ماشي. بنت الابن، بنت الابن التي تدلي بعاصب تنزل منزله البنت عند عدم وجود البنت. أما إرثها فله أحوال ثلاثة. الحال الأولى أنها ترث النصف فرضا، ترث النصف فرضا كما ترثه البنت، إلا أنها تخالف البنت بشرط واحد وهو عدم وجود البنت الصلبية. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فقال وإن كانت واحدة وبنت الابن تنزل منزلة البنت ما دامت البنت غائبة فيكون لها النصف. يبقى إذا قال الله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، فبنت الابن كانت واحدة لها النصف. لو بنت الابن كانت أكثر من ذلك ف
فلها الثلثان، فلهن الثلثان. نعم هتأتي هتأتي الآن هتأتي. يبقى الحالة الأولى إن كانت واحدة تأخذ النصف، لأن احنا عندنا في البنات إما أن تكون واحدة وإما تصل اثنتين، وإما واحدة لها اثنتان أكثر من اثنتين. يبقى إذا نفس الكلام على بنت الابن، بنت الابن كانت واحدة فلها أكثر من بنت أو بنتين الثلثان. الحالة الثانية هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ترث البنت بالتعصيب بالغيث، التعصيب بالغيث، لأن التعصيب سيأتي تفصيله أنه التعصيب أقسام ثلاثة، مراتب ثلاثة: تعصيب بالنفس، تعصيب بالغير، تعصيب مع الغير. التعصيب بالغير إذا كانت مع أخ لها في نفس الدرجة، التعصيب بالغير إذا كانت لها أخ مع نفس الدرجة، وهذا أيضا عند منزلة البنات. قال الله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن قلت مات زيد وترك بنت ابن وابن ابن، مات زيد وترك هندا بنت ابن وترك سعيدا ابن ابن، فنقول التوريث الآن كيف تورث؟ مات وترك بنت ابن وابن ابن، ها هذا التوريث بإيش؟ بالتعصيب، بالتعصيب بالغير، التعصيب بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الحالة الثانية. أما الحالة الثالثة ممكن نضرب أمثلة على كده. طيب مات عن بنت ابن، مات زيد له ولدان أحمد ومحمد. طيب مات أحمد ومحمد والأب زيد مات بعدهم، طيب يعني مات قبله، لكنه أحمد ترك هندا ومحمد ترك سعيدا، ومات زيد عن بنت أحمد وسعيد اللي هو وسعيد اللي هو ابن إيش؟ محمد. ورث فمين؟ أو الجد عمرو مات عن أحمد ومحمد، أحمد له بنت أو له ولد سعيد، ومحمد له بنت هند. خلاص مات الجد عن 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 سعيد وعن هند. ورث كيف هذا؟ مش أخوها هو؟ ها ما هو ابن في نفس الدرجة، ابن في نفس الدرجة، لذلك يعصب، لذلك يعصب. نقول بقى إذن السعادة للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب لو ترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن، مات فترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن، يطلعوا الفلوس للفقراء لطلبة العلم أفضل، وبعدين انتهى الموضوع على الإلح والناس، المال يطلع لطلبة العلم أفضل وخلاص وانتهى الموضوع. مات عن بنتين زيد، هو المفروض بقى احنا كل ثلاثين نأتي بالصبور، لأن مش لن تفوتوا إلا أن تأخذوا المواريث عافية، ملاش غير كده بقى. قلنا أول العلم بيضيع. مات عن بنتين، طيب وابن ابن 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 تحت خالص، وبنت ابن، يبقى مات عن بنتين وبنت انزل درجه وابن انزل ثلاث درجات. قطره بنتان لهما الموت، البنتان لهما الثلثان، بنت الابن محجوبه بمين؟ بالبنتين بقى، مش بالبنت، ما تتحجبش بالبنت. ممتاز ممتاز، اطلع بره اطلع بره. بنتان لهما سدس، تكملت الثلثين،
شعبة هاد هو هذا السعادة إلى ذلك. هو إيش اللي بيحدث؟ اللي بيحدث أنها البنت بنت الابن ترقبت وترك كم بنت، لأنه ما كانت برة ومات الرجل والبنات موجودين وهي مسافرة. أنت ليكي في الإرث، طيب أنت بنت تنزلي منزلة البنت، لكنها اتصلت، كانت فقيها اتصلت، كم بنت ترك؟ خلف بنتين. قالت يا للسعادة لو كنت أؤمل شيئا، إما عدم الوجود فيكون المكان شاغرا فأرث، أو تكون واحدة فأنضم إليها لنكمل الثلثين. فالآن البنتان أخذتا الثلثين فلا شيء لها، فكادت تبكي وتبكي. فقام قريب لها وقال أبشري، هناك ابن نازل ستسعدين به فيصعد فيعصبك، فالباقي لكما للذكر مثل حظ الأنثيين. دي قاعدة في المواريث مهمة جدا، أن الابن مهما نزل تسعد به بنت الابن حتى لا يضيع ارثها، تسعد به بنت الابن بأن يصعد لها في درجاتها فيعصبها. أرأيت يا قطرب فات عنك هذا. نعم، يصعد فيعصبها بذلك، وكما قلنا كل ذلك دليل قول الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الثالثة طبعا هي أصلا أصالت أيضا لو كانت بنت الابن مع البنتين مع بنت الواحدة، فإننا قلنا أقصى ما تصل إليه أو ما يصل إليه البنات إلى الثلثين، فالبنت أخذت النصف، إيش الباقي ليكمل إلى النصف إلى الثلثين؟ السدس. وهذه المسألة التي عرضت على من؟ على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال أبو موسى الأشعري جاء له بعض الناس في أهل الكوفة فقالوا له إن فلانا قد مات وترك بنتا وبنت ابن تورث وأخت تورث، فقال أما البنت فلا النصف وأما الأخت فلا النصف وأما بنت الابن فليس لها من شيء، فإن البنت قد حجبت بنت الابن. لأنها طبعا احنا لو قلنا نقول إيش الأقرب أو الأقوى يفضل البنت، البنت الزواج أعلى من البنت، لذلك وبنت الابن تحجب بها. فقال اذا البنت النصف والاخت النصف عصب مع الغيب، فالغرض المقصود قال ذلك. فلما قالوا لابن مسعود قالوا اتقول بذلك؟ قال قد ضللت اذا وما انا من المهتدين، قال قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. فلما قال ذلك قالوا لما؟ قال عندي فيها سنه، قال عندي فيها سنة. قال ما هي؟ قال البنت لها النصف ولبنت الابن لها السدس، تكملت الثلثين وللاخت الباقي تعصيبه، وللاخت الباقي تعصيبه. فبنت الابن ايضا يكتمل النصاب مع البنت بان تأخذ الثلثين، ان يأخذ الثلثين. هذا الذي في رؤوس البنات. الحالة الثالثة اذا وجد القرع الوارث، فإن كان ذكرا فبنت الابن ليس لها شيء. لما؟ لأنه سيأخذ البقية الباقية. لكن يمكن أن نقول نعترض على ذلك. ليش؟ المعنى إذا مات وترك ابنا وترك بنت ابن، ترك ابنا وترك بنت ابن، فقال علماء هنا الابن يأخذ التركة تعصيبا وبنت ابن محجوبة بالفرع الوارث. طب وين الدليل على ذلك؟ وين الدليل على انها تحجب بالفرع الوارث؟ ايش ان كان له ولد؟ فين وايش وايش ان كان له ولد؟ مثلا ما اجيب الدليل، وين الدليل؟ لا احنا ممكن نقول انها لما ثالث بايش؟ ثالث بالبنوة، صحيح ولا لا؟ لكن هنا نقول اذا زحم اذا كانت البنوة بالذكورة فالذكورة تقدم على غيرها ممن هو انزل منه حتى ولو كان ابنا. فنقول هنا القياس الاولى انه لو كان ابنا حجب به، فالبنت من باب اولى لانها اضعف في الميراث. ولكن يمكن ان يقال البنت فرض، قلنا فرض هنا فرض ليس سابق لكنه لاحق، لذلك حجبت به. فإن كان الابن موجودا فالبنت لا شيء لها لنا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.